ويبقى الحب دائما أكبر من الكورونا. طبعا مشاهدينا، تمارين الرياضية المنزلية واللي تقريبا نشوفوا أغلب أصدقائنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي يوميا ينشروا فيديوهات وهم يقوموا بتمارين رياضية، طبعا على أمل أنه هالتمارين تكون حل إلى كسر الروتين. دعونا نكتشف اليوم تمارين رياضية جديدة مع المدربة الرياضية ماري جلخ. كوتش ماري، صباح النور. صباح النور، كيف الحال؟ ماشي الحال الحمد لله. وانت؟ النوادي الرياضيه مغلقه للاسف تقريبا. للاسف يمكن حاسه عليهم انت. انا حاسه فيهم وحاسه عليهم ومنهم فيهم. ماري، اغلبيه الناس طبعا في منازلها نشوفه يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي على ستوريز تقريبا، حتى اللي ما كانش يقوم بتمارين رياضيه اصبح يقوم بتمارين رياضيه. لان هلا صار عندنا وقت والكل صار عنده وقت اكسترا، سو محتارين شو بدنا نعمل فيهم، سو اتس باتر احسن يعملوا فيهم رياضه احسن. واحلى انه الناس تقلد بعضها في هالشيء هذا تقريبا. اكيد اكيد. بتمارين الرياضيه المنزليه هي فعليا معناها ممكن انه تكسر روتين حياتنا، خاصه اللي تحولت حياتنا الى انه فقط بالمنزل معنى. اكيد اكيد الرياضه مثل ما قلت سبق قلت وبرجع بقول كل مره، رياضه كثير مهمه ان كان بالبيت او برات البيت او بالجيم، بس هلا نحن بظرف يعني مضطرين نكون فيها بالبيت، سو اتس بيتر يعني احسن نعملها بالبيت من انه نضلنا قاعدين. بالنهايه الخمول كمان منه شيء كثير منيح. صحيح. فبالتالي نص ساعه 40 دقيقه بالنهار من الرياضه ما بتضر ابدا، بالعكس بتفيد. جميل. هلا 40 دقيقة فيها تقريبا نوعية كاملة من التمارين؟ أكيد أكيد ديفينتلي. هلا نحن حنعمل اليوم فول بودي ورك أوت، حنعمل لور بودي أبر بودي. هلا بما إنه ما عندنا كثير تولز بالبيت أكيد حنجرب قد ما فينا نعمل أشياء نقدر نستعمل جسمنا فيهم كمان نكون ملبكين، لأنه ما حدا هلا فاضي يروح يجيب أشياء، أو في ناس يعني ما مش متوفر عندهم. سو اتس بيتر تو يوز أور بودي بهيدي الأوقات، أوكي؟ رح نبلش أول شيء بالتحماية، بنمشي بمحلنا. نرجع مثل كأنه عم نعمل سكيب روب يلي هي النط بالحبل. تمارين تحمية هذا. نعم. ننزل على سكوات. هلا نحن هون أكيد بالستوديو بنعملهم على وقت قصير، بس بالبيت فينا نطول فيهم أكثر. اي تقريبا قديش يكون الوقت يعني؟ هلا 5 to 10 minutes تحميه بالبيت مور ذان انف. نرجع ريفرس بدون توقف. نعم. هلا من هون من بعد ما نخلص التحميه ننتقل للتمارين الاساسيه. رح نبلش باول حركه حتكون سكوات مع لانش، ورح ننزل سكوات نرجع لانش، بنبدل الاجرين سكوات بهيدي الطريقة. بدنا نعتبر حالنا كأنه عم نجرب نقعد على كرسي لما نعمل السكوات، وبنرجع بنرجع الإجر ستريت وبنطعج من الركبة. من بعد ما نخلص هيدي ننتقل لهيدي الوضعية. سو بناخد إجري اليمين بنجرب إنه الركبة تلتقي بالكوع، أوكي؟ سو نكون عم نشغل كمان هون عضلات المعدة. سويتش على تاني ميل. مش الواحد يحفظهم تقريبا 10 مرات كل واحدة؟ هلا انا بفضل اكثر بما انه حنكون بالبيت و اوبس. اكثر التعب شوية ماريو. ايه اكيد مش للاشخاص الكل ولكن صح. هلا من هون اذا كمان بدنا نصعب الحركة فينا ننزل نفتح اجرينا اكثر، ننزل لهون نطلع كمان، بنرجع الجلوتس لورا، منبدل من بعد ما نخلص هدول بنقدر على سجادة أو عمات حسب شو متوفر عندنا بالبيت، مهم شي ما يأذي ركابنا. نقعد هيك بهيدي الوضعية على ركابنا، أوكي؟ بنشد عضلات الفخذ والجلوت والبطن كثير منيح، حط ايدينا هون او هون او هون حسب كل حدا قد ايه بيرتاح. من هون وبنجرب نرجع لورا. من هون حنحس بعضلات الفخذ الامامي،
لاحظ انه انا ما رخيت الجلوتس، ضليتني شد. اذا في انتباه معين التمرين لانه يمكن انه يؤذي الظهر نوعا ما. اكيد لازم دائما ننتبه على التكنيك اللي نحن عم نستعمله، ومثل ما قلت في ناس بيقدروا يوصلوا لورا كثير، في ناس ممكن لهون، في ناس لهون، اتس اوكي okay. في ناس يمكن يخافوا، فيهم يحطوا ايديهم بهيدي الطريقه اوكي okay. بحسوا نتفة بسيكوريتي بامان انه هن قادرين يدقوا بشيء. هيدي الطريقه اوكي وبيطلع من هون. نجي على هيدي الوضعيه يلي هي البلانك بوزيشن بنسميها. سو نحن بنكون هون على الالبوس تبعنا، شو رح نعمل؟ بدنا نشد كمان كل عضلات الجسم كثير منيح، نشد عضلات الكور ومنطلع اوكي. سو نحن هون بنصير بشيء اسمه هاي بلانك، ننزل نطلع. سو من البو بلانك لهاي بلانك، وكل الوقت شادين عضلة الكور عنا. من هون نقدر ننتقل على شيء اسمه الماونتن كلايمرز. الماونتن كلايمرز هي بتكون بهيدي الطريقة. هلا في بعض الناس يمكن تستصعبها، فيهم يعملوها هيك، بتكون للبيجنر اكثر، طريقة اقل ريتم. نعم، لما يحسوا حالهم مرتاحين فيها بيقدروا يسرعوا شوي، وكل ما ارتاحوا اكثر بيقدروا يكونوا اسرع بالحركة. بنخلص الماونتن كلايمرز ننتقل للباك اكستنشن. بننام على البطن بهذه الطريقة، بنمد الايدين لقدام تو ستريت، بنعلي ننتبه ما نعمل تنشن على الرقبة، ما نشد بالرقبة. إذا لقيناها صعبة نقدر نعمل ميلة على ايد اليمين واجر الشمال بهيدي الطريقة. حسينا حالنا مرتاحين فيها ننتقل مثل كأنه عم نعمل اكس بجسمنا. سو مرة هالميلة ومرة تانية ميلة لنقدر نوصل لهون. فينا ننهي مع حركة معدة من هون، بنحط ايدينا حد راسنا هيك مثل سبورت، يعني ما بنستعمل ايدينا لنشد الرقبة. سو بنطلع على نقطة معينة بالسقف، بنحط ايدينا ورا راسنا فور سبورت وبنطلع. حتى الفوكس تبع عيوننا تضلنا فوق، سو ما نكون عم نطلع كثير شمال ويمين. من هون نكون خلصنا الفول بودي ورك اوت، وهوبفلي ما تكون كثير صعبه على الجميع. ان شاء الله اكيد. تقريبا للمبتدئ نص ساعه يوميا، مع نص ساعه نعم 10 مرات لكل تمرين. من قبل انه دائما العدد نلعب نحن على موضوع العدد، سو نعمل 10 أربع مرات اللي هن أربع سيتس، أو بنقدر نعمل 15 ثلاث مرات أو أربع مرات حسب كل واحد قد هو بيرتاح. جميل بس. شكرا لك ماريا على هالتمرين. ثانك يو لإلك، ثانك يو.